بسم الله الرحمن الرحيم. عامله ايه؟ هلا والله. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بالف خير ورمضان كريم عليكم. انا مش متخيل اللي احنا كلها يومين وهنصوم بجد. يعني الواحد حاسس كده بحاجه حلوه، يعني احساس حلو. هو حاجه حلوه بس انا عمال ايه؟ ان انا على قد ما انا حاسس بحاجه حلوه شايل هم اللي انا مش هشرب ومش هاكل براحتي. هو رمضان قضيته معاه داخل بوزو، يعني بوزو بيفتح الباب من كل بوزو. لا انا يعني قلت له ايه ده انت تصدق ان شيطانك قبل رمضان كده دمه خفيف؟ انت ايه البوز ده كله؟ الفكره في ايه؟ اللي انا ببقى انا ايه صايم، محدش يفرهدني، ببقى مثلا عندي شغل وجاي في طريق وزحمه وجع دماغ، ايه عايز بقى ايه تتناقش معايا تتكلم معايا في اساس الدنيا وعايزين نعمل في مستقبلنا وفي حياتنا والعيال. لا انتوا عارفين سؤال اي ام، هناكل ايه النهارده؟ وبرده ايه عندها مشكله احنا بنفضح بقى. لا والله لازم اعرف الناس. بصوا انا واحد متربي في بيتنا ان المغرب يقول الله اكبر الاقي الاكل كله على السفره واكل. اتفاجئت مفاجاه عمر ما اتخيلها، لقيت المغرب بيقول الله اكبر وايه لسه بتفكر تعمل اكل ايه. لا انا هقول لكم حاجه. لا استنى استنى استنى، اقسم بالله انا رحت بصيت لها قلت لها ايه ناكل اكل ايه؟ مش ده المغرب؟ قالت لي اه ده المغرب بس احنا عادي ممكن نعمل اكل عادي. طلع ازاي؟ انا بقى لقيت نفسي اقسم بالله ابواب الدنيا كلها اتقفلت في وشي. هحكي لكم هفهمكم. ربيت في الخليج، الخليج طبيعته الفطور سحور والسحور فطور، فهفهمكم بطريقه اوضح. هناك بيكون الفطار خفيف والسحور تقيل، تمام؟ الاكل التقيل. فانا متعوده بقى ان ايه هناكل تمرايه ونصلي ونصلي ايه وبعدها ايه ده ده ايه ده اجيب صحن؟ لا طبعا إيه ازاي كل الافانه. طبعا اتفاجئت زيه يعني، وبدات اتعامل معاه بطبيعته طبعا، يعني احتراما له. احتراما ليه؟ احتراما لبطني، نحترم بطني. لكن اقسم بالله كانت اغرب يعني صدمه خدتها في جد. يعني انا اتصدمت والله فعلا، خدت صدمه مش طبيعيه. في دماغي قلت هصلي وهفضل اخلص بقى شغل واظبط دنيتي واخش على المغرب على طول كده واخش اكل. ابص الاقي في وجد في بالظبط حرفيا ثلاث تمرات. بص 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 مين اللي جاي؟ انت جايبه ايه؟ انت جايب ايه؟ طب انت جايب لنا ايه؟ جايبه ايه؟ ايه ده؟ انت جايب ايه؟ طب عرفيني. ده طماطم. استنى مسا جايب لي طماطم. انت جايب طماطم من ايه؟ مسا جايب لنا ايه؟ مسا جايبه طماطم وليمون. الله يبارك لها والله. مش عارف هي جايبهم منين؟ هي بنتك بتلم شنط رمضان؟ عايز اقول لكم حاجه، انا من ساعه يا جماعه ما رجعت من العمره انا ونمره واحنا عندنا دور انفلونزا. ناس كتير قالت لنا من كم الثبات اللي احنا فيه احنا لا والله انا بنهار. ناس كتير فضلت تقول لنا ده طبيعي جدا بيبقى عشان خاطر بعد العمره بيتعاملوا مع اجناس كتير جدا فكل واحد مثلا بيبقى عرقان وما اعرفش ايه وانفاسه والكلام ده كله فطبيعي. بس الحمد لله احنا زي الفل. بس اهم حاجه والله العظيم مش فارق مع اي حاجه. وانت الحمد لله بقيت زي الفل شويه. انا بنهار والله يا جماعه، انا اول مره اشوف بتتريق عليا. عارفين الدور بيعمل ايه في الدماغ؟ عارفين جرس في دماغي؟ اه والله قسما بالله جرس. يعني كنت بفضل اقول لها انا حاسس ان انا دماغي فيها يعني الدماغ عامله زي الحصاله اللي فيها جنيه وعماله تترج. تضحك عليا وتتنمر عليا. انا نزلت لكم كوليكشن عبايات رمضان، ادخلوا بسرعه شوفوها وشوفوا اشكالها. يعني نقيت اجمل اربع عبايات يناسبوا الكل، ادخلوا شوفوهم، نزلته لكم على الانستجرام عندي. النهارده رايحين السيده وهنشتري حاجات رمضان وهنعلق الزينه وهيبقى يوم جامد. لا بس استني استني عشان ممكن ما نلحقش، الفيديو هيبقى طويل قوي لو علقنا الزينه وما اعرفش ايه. النهارده بص هنشارككم كل الاجواء اللي بتاعت رمضان وهنشتري مع بعضنا كل حاجه بتاعت الزينه واللمض والحاجات دي كلها، وانا اقول لكم الاسعار اللي موجوده هناك. الاسعار غاليه ولا نص نص ولا رخيصه ولا الكلام ده كله. هنشارككم وهنشارككم يعني كل حاجه. وانتوا برده ممكن تاني هنعلق فيه زينه يعني هو الفيديو اللي بعد ده على طول باذنك يا رب هيبقى بنعلق فيه الزينه، عشان بس ما بحبش الفيديو يبقى طويل قوي يعني بيبقى هيبقى اوفر قوي عليكم. فالنهارده هننزل ان شاء الله، ننزل نجيب كل المشتريات بتاعت رمضان والاسعار وكل حاجه كل حاجه، وان شاء الله يبقى فلوج قمر. وانتوا اقترحوا علينا لو في اي حاجه ممكن شايفينها نجيبها نتعلق اجواء رمضان والكلام ده كله، اكتبوا لنا وقولوا لنا انتوا هل عملتوا اجواء رمضان في بيتكم ولا لا. يلا بينا على سيده زينب. وصلنا السيده الحمد لله والدنيا ليلت من كتر الزحمه. انا عايزه اقول لكم بقى لنا يجي ساعتين في الطريق الحمد لله، يعني الدنيا زحمه فوق بعضها. الجو تحفه، الاجواء تجنن في الضلمه دي، تعالوا هتشوفوا دلوقتي. عايزه اقول لكم الاجواء تجنن، الواحد متحمس قوي من دلوقتي. يلا بينا. يلا لا ده ما لسه هتتجنن على الفلوس ده. تعالي بس ده
ده عجبني قوي. ايه رايك يا الاء؟ كانت بتاعت زمان قوي، باين بيتحط فيها شمعة من جوه حاجه زي كده صح. ما انت هتتجنن على شكل فوانيس. تعالي بصي هنا ايه. واو ممكن تنطم. ايه 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 طمطم ده؟ ده طماطم وده بوكي. بوكي ايوه بوكي اهو. واو عايز تعمل ايه؟ عايز ايه من هنا؟ زعل بوكي. انت بتزعلي بوكي دي؟ تعالي. الله الله واو حلوه قوي. ابل زي تويو. ايوه عشان في تورته هنا بتركب ابل زي تويو. ليه؟ كل ما تشوف فانوس جديد او في اي الوان جديده ما بتحلوش دي. كل سنه وانت طيبه يا جميله. انا هاخد ده عشان يبقى لون اللبس بتاعي. ايه رايك؟ متواضعه اخترت حاجه صغيره. خد ده. بس اختاري يا مس تاخدي ايه؟ بحب الشكل التقليدي. ده عاجبك؟ انا عايزه اقول لكم ماسه اختارت تقريبا كل الفوانيس اللي موجوده. بصراحه كل الفوانيس تحفه واستقرت على ده. اما نشوف واحنا ماشيين هتبقى اختارت ايه. جت اللحظه الحاسمه، هتجيب لي فانوس ولا لا؟ اختاري الفانوس اللي انت عايزاه. ربنا يستر. ايه هتبدا تختار. بس انا قلت والله هي بتنور. بينور لا بينور. طب نوره لنا كده وريني. نجرب الفانوس. تسلم ايديك. ماشي ده تمام. طلع شكله حلو. وانت اخترت ايه؟ اخترت ماسه. فين اهو مسا؟ بصوا مجمعة كل الفوانيس اللي موجودة في الدنيا وعمالة تلعب بيها. أصلا أشكال فوانيس تحفة يعني، في 100 شكل عاجبني بصراحة يعني. مسا أنا عايز أقول لك قسما بالله إحنا مش قاعدين في البيت. اختاري هتختاري واحد بس ماشي؟ أحي مسا خسرت الفوانيس؟ مسا أنت خربت البيت اللي خلفوني. ده ب 75 وده بكام؟ بكام؟ ده 95 عشان ده الصغير وده الكبير. بس حلوين قوي. شكل لسه مفصل. يلا. ايه؟ ده لذيذ قوي صح؟ حاساه ده القديم. اختاري اختاريك واحدة. اختاري انهي؟ انهي واحدة؟ دي ولا بوجي؟ في بوجي هناك برضه اهو. وفي سبايدر مان. في سبايدر مان وفي تورته. وفي ابر زي تويو. دي حلوة؟ حلوة؟ في كل حاجه من الالف للياء، في تنوع فظيع، في الخشب، في الحديد، في الحاجات المودرن الجديده خالص اللي الاطفال هتحبها، سبايدر مان والحاجات دي، وبوجي وطمطم يعني انا عن نفسي بحب الشكل التقليدي، بس الاطفال مش هيحبوا التقليدي، الاطفال زي ما انتم شايفين زي ماسا كده. ده اللي انا اخترته الماسا يا جماعه. ده يلا بصي يا ماسا. ده بصي يا ماسو. ماسا ده حلو قوي. ده بتاعك يا ماسا. برضه كده هنختار ده. ده ليا واجيب لك بقى انت التاني. ده بوجي لك انت. معلش الحاجه تحسن وتقل. الحاجه حلوه واسعارها حلوه وما فرقتش كتير عن السنه اللي فاتت يعني. ممكن تكون فرقت حاجات بسيطه قوي بس ما فرقتش زي ما الناس عماله تقول الاسعار غاليه 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 غاليه. اقسم بالله مش بقول لكم مجرد كلام. الحاجه فعلا اسعارها قريبه جدا من السنه اللي فاتت. انا مش شايف ان في فرق اللي هو الواو الناس كلها خايفه منه. الفلوس كان ب 100 جنيه دلوقتي مثلا ب 110 يعني مش غالي زي ما انتم متخيلين. تعال بقى ايه؟ تعال. اول حاجه بتاع اي واحد اهو. وده هنشوف معانا كام عشان خربوا بيتنا دول. ربنا يسامحكم.
والله العظيم. الفلوس بتاعتي استنى بقى، لو رخيص هجيب حاجه اغلى. استنى اقسم بالله الفلوس بالظبط. استنى الحمد لله والله العظيم خدوا كل الفلوس اللي معايا. بص اللي بقى معايا كام. ربنا يسامحك يا شيخ، ربنا يسامحك يا شيخ. يا دوبك هنعرف نرجع. ماشي بتجيبي قلب يا ست. نهارك ابيض، نهارك ابيض. جزاك الله خيرا يا ابو. ربنا يخليك لنا يا نمر، جاب الفوانيس للعيله كلها. تسلم ايديك وعينيك والله، ربنا يبارك لك ويحفظك. انت بتزغرطي. الحمد لله جبنا كل حاجه، كل سنه وانتم طيبين. هقول لكم جبنا حاجات كتير قوي، هنروح بقى نفرش وفصلنا مع الراجل. فصلنا، باي باي.